السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صفحة وقناة ديجيتال العقارية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، أهلا بكم. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب سنة 2020 تبقى سنة سعيدة عليكم وعلى حبايبكم أجمعين. النهاردة معانا شقة 155 متر في منطقة الأندلس 2 في الدور الثالث، 3 غرف نوم و2 حمام ورسبشن قطعتين. الشقة ليها حصة في الأرض وحصة في الجراج، استلام فوري وبالتقسيط على سنتين بمقدم 40% والباقي على 24 شهر. العمارة أرضي وخمس أدوار، أسانسير ومدخل شيك من الرخام. الدور على 4 شقق، شقتين أمامي وجانبي وشقتين خلفي وجانبي. شقتنا في الدور الثالث جانبية خلفية. المسافة بينك وبين الجار الخلفي حوالي 12 متر، وبتبص على الجاردن بتاعت الدور الأرضي، والمسافة بينك وبين الجار الجانبي حوالي 6 متر، وبرضه بتبص على جاردن الدور الأرضي، وبتشوف كومباوند قطامية ديونز، وبتشوف الشارع اللي هو عرض 90 متر اللي فاصل بين الأندلس 1 والأندلس 2. التسليم هيبقى نص تشطيب، محارة وحلوق، وباب شقة مصفح. سعر الشقة الإجمالي بالجراج هيبقى عامل 1,145,000 جنيه. بندفع 450,000 في التعاقد والباقي على 24 شهر، يعني تقريبا الشهر هيبقى 29,000 جنيه. بناخد القسط كل 3 شهور، هيبقى تقريبا 87,000 جنيه كل 3 شهور، ونظام السداد مش هنختلف فيه ان شاء الله، هنتفق. احنا كنا صورنا قبل كده شقة في العمارة دي وكانت مساحتها 150 متر. شقة اتباعت الحمد لله، بس الشقة دي هنعرضها عليكم تاني لانها تقريبا نفس الديزاين ونفس التقسيم بتاعت الشقة 155 متر اللي في الدور الثالث. بالمناسبة كمان نفس العمارة دي كان فيها 187 متر في الدور الاول، ودي لسه افيلابل، وكان فيها 182 متر معانا قبل كده في الدور الرابع، وبرضه اتباعت الحمد لله. زي ما قلنا هنعرض لكم الفيديو بتاع الشقة 150 متر، هي اقرب ما يكون الى الشقة 155 متر لحد ما ربنا ييسر الحال ونروح نصورها. وهنعرض لكم برضه الفيديو اللي بيبين مدخل العمارة وواجهتها. اي استفسار هتلاقونا تحت امركم، وكنت معاكم مهندس رشدي سلمان من شركة ديجيتال العقارية. بتمنى لكم الخير كله، ويا رب كل سنة وانتم طيبين، وسنة 2020 تبقى سنة سعيدة عليكم كلكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.